دفعت المكنسة وانت في سن الصغير ده انك تألف موسوعة قانونية او موسوعة جنائية. هو يمكن من السبب الرهيب جدا يعني هو واحد بعد ما خرج كلية الحقوق ايام ما كان طالب كان ملتزم دراما انشطته متعددة لكن كان بيذاكر ويقرا كتب خارجية يعني. اول ما خرج ولقى نفسه متفوق فيعني خدته يعني مش عايز اقول غرور يعني بقى فرحان بنفسه شوية يعني وموظف بياخد اخر الشهر مرتبه فمبقتش اعرف حاجة خالص. ومعتمد على ان انا يعني راجل متفوق. فالى كان ده طبعا حصل في الاسماعيليه لما تعينت لغايه ما اتنقلت اسكندريه زي ما اتفرجت قبل كده الاسماعيليه ما كانش فيها مشاكل. في يوم من الايام حصل كان في جلسه محكمه الجنايات وكان في واحده ست اتفقت مع عشيقها على قتل جوزها. وكانت اول مره احضر مرافعه في محكمه الجنايات وطلب مني استاذ مستشار عبد السلام بيه بدر الدين وكان رئيس الدايره ان انا احضر المحكمه واترافع في القضيه دي كممثل للاتهام. فكان مصادفة يعني كان في جمعية مرافعات من كلية حقوق جامعة عين شمس كانت جاية تزور اسكندرية فطلبوا انهم يحضروا ويتفرجوا على الجلسة دي. فحقيقة كنا متعودين يعني في الاسماعيلية الاستاذ المستشار يقول النيابة تقوم تقف تقول تطبيق مواد الاتهام النيابة ما تتكلمش يعني هي الكلمتين اللي احنا كنا حافظينها. فجت في الجلسة دي الاستاذ المستشار قال النيابة فانا وقفت طبعا قال لي ترافع. يعني كانت بداية حسيت ان معلوماتي قدام بقى القاعة كانت مليانة معلومات ضئيلة جدا وحسيت ان انا من جوه فاضي جدا وان التفاوض بتاعي ده يمكن غرني شوية. فخرجت سيادة المستشار خدني وقال لي يعني المفروض تقرا وفي كتب في كذا وكتب في كذا وكتب في كذا. فحقيقة ابتديت اجيب الكتب دي يعني جبت حوالي يمكن 300 مرجع في القانون الجنائي وابتديت اقراهم. فبعد ما خلصت المراجع دي كلها حسيت ان في حاجه ناقصه يعني ممكن اعملها انا في القانون الجنائي اللي هي الناحيه العمليه تمشي مع الناحيه الموضوعيه.